خلينا بقى برضو نقول لحضراتكم ان تدريبات امبارح شارك فيها لاعبي الفريق، لكن غاب ايمن اشرف مدافع الفريق ده عن المشاركه في التدريبات الجماعيه، كان بسبب شكواه يعني من اجهاد خفيف في العضله الخلفيه، اكتفى باداء بس جانب من التدريبات البدنيه والاستشفائيه ده في الجيم، ده كان على هامش المران. ومن المقرر النهارده ان الجهاز بقى الطبي والفني هيحدد موقفه من الالحاق بالمباراه امام المريخ السوداني من عدمه. كمان باتسو موسيماني عقد جلسه مطوله كانت مع ناصر ماهر لاعب وسط الفريق للاطمئنان على حالته في حضور اخصائي التأهيل بالفريق للإطمئنان على برضو البرنامج التأهيلي والحالة البدنية والفنية للاعب بعد ما أجرى زي ما احنا عارفين جراحة في الكتف، ده كان في وقت يعني سابق. الدكتور أحمد أبو عبلة كمان رئيس الجهاز الطبي للفريق أعلن غياب صلاح محسن مهاجم الفريق عن التدريبات الجماعية، ده هيكون تحديدا لمدة 10 أيام. لاعب أجرى أشعة أثبتت إصابته بشدة في العضلة الأمامية، وهيبدأ تنفيذ بقى برنامج علاجي وتأهيلي على هامش التدريبات اليومية من أجل تجهيزه إن شاء الله للمرحلة المقبلة.